كورس اس كيو ال سيرفر 2019. اشتغل اس كيو ال سيرفر، بنحط نقطة اللي هي يعني ان انا بشتغل على الويندوز اوثنتيكيشن. عنوان الدرس اس كيو ال سيرفر 2019 تيبل ايدنتيتي والبرايمري كي، يعني هننشئ قاعدة بيانات في الدرس ده وهنوضح يعني ايه تيبل ايدنتيتي. المثال اللي فات انشأنا الجدول اللي قبليه، انشأنا قاعدة بيانات ومسحناها وغيرنا اسمها. ده هننشئ جدول. المرة اللي فاتت انشأنا جدول بالسكريبت او بالاس كيو ال ستيتمنتس، المرة ده هننشئه بالويزارد وهنوضح واحنا بننشئه يعني ايه تيبل ايدنتيتي وبرايمري كي. تعال نخش على الاس كيو ال سيرفر. اول حاجه هنيجي على التيبلز، هنقول هنختار تيبلز دي، فهيفتح لي الديزاين. هكتب اول حاجه انا عندي في الجدول اللي انا عايز اعمله، عايز اعمل الجدول ده الامبلي اي دي الفيرست نيم لاست نيم كده. فانا اتفقت معاكم على ان احنا لما نيجي نعمل جدول نكتب m underscore id، النوع بتاعه هيبقى int يعني رقم. وانا عايز اخليه primary key، فهقول هنا set primary key، فخلاص بقى ده primary key يعني ما ينفعش يتكرر. بس في حاجة، هسجل الجدول ده هسميه m عشان في امبلي قبل كده متسجل، امبلي ده متسجل، فانا هسميه امب 1. طبعا يستحسن ان انا اسميه اسم كامل، بس احنا عشان بندي مثال ف امب 1. هاجي في اقول له خصائص الحقل ده، اقول له ده هو هيقول الايدنتيتي كولوم. يعني ايه ايدنتيتي كولوم؟ هختار وهو بقى ده الفيلد ده اللي هو البرايمري كي. المقصود بيه ايه الايدنتيتي كولوم؟ المقصود بيه ان هو لو انا جيت كده نزلت نفس الكولوم ده الايدنتيتي، يعني هيبقى رقم مش هحط انا الاي دي بايديا، هو هحطه بطريقه هو هيزيد الي. هاجي هنا ادور في البروبرتيز دي يعني على الايدنتيتي، او خلاص يبقى هو فعلا ايدنتيتي. في سهم كده هنا هيقول الايدنتيتي انكريمنت بيزيد كل قد ايه، ممكن اخليه يزيد يبدا 10 20 براحتي يعني 10، والايدنتيتي سيد يبدا ب 10. يبقى ممكن يزيد، كان يبدا بواحد وكل مره يزيد، يبقى انا كده اخليه يزيد كل مره 10 مثلا براحتي بقى. يعني بدات ب 10 وهخليه هو اوتوماتيكا مش هدخل الرقم ده، يبقى دي معناها الايدنتيتي بتاعه الجدول. واحنا كده خدنا يعني ايه ايدنتيتي جدول، وخدنا يعني ايه برايمري كي. نوت نال يعني طبعا ده طبعا اللو نال، طبعا هنا مفيش اللو نال، هنا نوت نال لانه برايمري كي لازم يكون محطوط القيمه بتاعته. بعد كده انا عندي الجدول اهو الفيرست نيم كوبي، هخلي طبعا انفار char 50 last name بردك انفار، هلاقي طبعا في لستة من الداتا كتير انفار char 50. نقدر نقلل الرقم ده نخليه اي حاجة يعني نخليه 30 اي حاجة زي ما احنا عايزين. بعد كده ال birthday ده date اكتب حرف دي كده هيطلع لي ديت. بعد كده ال 6 يعني انا ممكن اخليه char على طول واحد حرف واحد. طبعا لو خليت لو عملت اي علامه من هنا مثلا كده يبقى لازم ادخل الداتا دي، يعني ده نوت اللو نال، لا يبقى كده يبقى لازم ادخل الاف دي لازم.
بس احنا عشان ما تقابلناش بقى مشاكل لو مش عايزين يدخل اي داتا، فهيبقى الموضوع السالري والسوبر اي دي، وطبعا السبيلنج بتاع الحاجات دي حاجة مهمة جدا لو انا ليهم علاقات بجداول تانية. طبعا في السالري ده هيبقى انت، سوبرفايزر اي دي انت برضك، والبرانش اي دي هنسجل، مرة كليك سيف، اعمل ريفريش، هلاقي موجود جوه الداتابيز اللي اسمها ارتكل، اقول الديزاين يفتح لي الديزاين لو عايز اعدل اي حاجة. طب لو عايز اعمل احط داتا، اقف على ام ده واقول له edit، فهيجيب لي الداتا. مفيش اي داتا فيه اصلا، فانا كده مجرد ما اقول له فيريس نيم هكتب مثلا علي، عايز اكتب بالعربي بقى علي احمد 12 12 1990، ميل 3000 نول، وادوس انتر. خلاص التاني كتب هو 10 على طول، عشان احنا عاملين الايدنتيتي بيبدأ من 10 وبيزيد كل ما 10. هو طبعا مش هكتب هنا الاي دي ده، هكتب منى، هكتب بقى اي اسم منى، منى سعد. تاريخ الميلاد ممكن اسيبه، بعد كده اكتب مرتب 2000، وهنا في ميل، وهنا الاي دي بتاع السوبرفايزر اي دي هو 1 ده او 10، والبرانش هما البرانش رقم 2، وادوس انتر. خلاص هو كتب دي 20، هو ده اللي انا عايز اوريه لكم، بس الايدنتيتي ازاي بتزيد وكده. يبقى دي احنا انشأنا جدول، يعني تقدر بقى تنشئ كل الجداول، بس في فكرة في انشاء الجداول. يعني انا طبعا دلوقتي بشرح انشاء جدول لوحدي، طب انا المثال الجاي انا عايز انشئ الداتابيز الكبيرة اللي كنا بنتكلم عنها، كل التيبلز مع بعضها مرة واحدة، فلازم اعرف ازاي. طبعا في لازم اكون دارس العلاقات البرايمري كي والفورين كي والسيلف اي دي والسيلف ريليشن، ازاي اعمل الحاجات دي كلها. طب انا عايز اغير اسم التيبل، رينيم على طول، او دبل كليك عليه اسميه امبلي 3. خلاص بقى اسمه، طبعا اسم الجدول بيبدأ ب داتابيز او دوت امبلي كذا. عايز اعمل ديليت للجدول خالص، ديليت، مسح الجدول. لو عملت ريفرش مش هلاقي، لو دخلت في التيبل دي مش هلاقي امبلي خالص، هلاقي بس امبلي اللي انا كنت عامله قبل كده، ملوش علاقة. ده جدول خلاص ملوش وجود اصلا، مفتوح كده في الشاشة. يبقى احنا عرفنا ازاي نحدد البرايمري كي، وعرفنا ازاي. طب لو انا عايز اعمل تعديل جوه تيبل، اعمل ديزاين، اخش في الديزاين، لو عايز امسح مثلا ده، ديليت كولوم، مسح، عايز امسح ده، رايت كليك ديليت، ديليت. لو عايز اعمل انسيرت بين حاجة وحاجة، اجي كده واقول له انسيرت كولوم، وابدأ اكتب اللي انا عايز اكتبه فيه، واحدد النوع. مثلا هكتب فيلد اسمه مثلا نوت، وده هيبقى في ان تكست،
ده بقى كلام كتير يعني. ان تيكس ده نص كبير. دور برضه، خش برضك على ال داتا تايبس في الاس كيو ال سيرفر، هتلاقي بقى كل المواصفات. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي ننشئ جدول عن طريق الويزرد، وازاي نمسحه، وازاي نعدل، وازاي نضيف اتريبيوت، وازاي نحدد الايدنتيتي بتاعته، ان انا اقف كده واشوف الخصائص بتاعته فتظهر لي الايدنتيتي بتاعتي، وبعد كده اشوف هنا طبعا الايدنتيتي هو ده الايدنتيتي اللي هو الامبلي اي دي. بعد كده طبعا اندكسبل، طبعا ده البرايمري كي بيبقى اندكس وكده. ارجع تاني هلاقي برضك نفس الكلام في تحت دي، فيها الديتيلز اكتر، واخش في الايدنتيتي دي الاقي في سهم كده بيتفتح السبيسيفيكيشن، اقدر احدد الارقام الزياده. طبعا ده جدول غير التاني احنا مسحناه. هنا بقى طبعا اقدر احدد بقى، هنا كنت انا بكتب الامب اي دي بايديا، فلا خليته يزيد، هيزيد بقى 1 2 3 كده واسجل. خلاص لو انا حبيت ان انا افتح سجلت كده، اقول له دلوقتي وريني الداتا، ده كان فيه داتا 1 2 3 وياسر ده، هنا بيعرض كعرض بس المحتوى اللي جواه، لكن انا عايز اضيف داتا edit مش select، ابدا اضيف كده داتا منى انتر. خلاص هنا بعد ما كان ده بدخل الداتا فيه بايديا واحد بايديا كده زي ما سبق ودخلنا قبل كده، لا هنا على طول بقى عملت له ايدنتيتي للتيبل، بقى يقدر يزود بالطريقه دي. بكده يبقى خلص درسنا النهارده برضك، هو عن انشاء الجدول بطريقه بسيطه. انشاء الجدول دي حاجه مهمه جدا، لاني انا اساسا هنشئ عشرات الجداول واعمل علاقات بينها، يبقى ازاي هنشئ مجموعة جداول وبعدين هعمل علاقات بينهم.